شحنة طارئة من المساعدات إلى سوريا من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في بغداد. أطلقت الشحنة الأولى ضمن جسر جوي فتحته الحكومة لدعم المنكوبين بالزلزال المدمر. هذه المواد هي عبارة عن مواد غذائية وإغاثية وطبية. أيضا يوم غد سيتم إرسال 35 من خبراء الدفاع المدني للمساهمة في البحث عن المفقودين. الشحنات المتبقية سترسل تباعا خلال يومين المقبلين إن شاء الله. كمية الشحنات؟ كمية الشحنة هي بالمجمل هي 60 طن سترسل على شكل وجبات. وإلى جانب الجسر الجوي بين مطار بغداد ومطارات اللاذقية وحلب، فإن المساعدات ترسل أيضا على الطريق البري، حيث لم تقتصر على المواد الغذائية والعلاجية، بل تضمنت كذلك رطلا من المشتقات النفطية وفرقا تطوعية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والمعالجة. حاليا نحن موجودين في المطار للذهاب إلى سوريا، أولا لتقديم التعازي والدعوة للجرحى بالشفاء العاجل حقيقة. وهناك إضافة إلى ذلك يوم غد ستخرج قافلة من المشتقات النفطية، إضافة إلى هناك فرق من الهلال الأحمر من الشباب العراقي المتطوعين الأبطال. الشحنة الأولى من المساعدات وصلت إلى سوريا، وتعقبها رحلات جوية وبرية أخرى في الأيام المقبلة. الجسر الجوي بين بغداد وحلب ابتدى، حملة إغاثية عاجلة تقوم بها الحكومة العراقية على أمل تخفيف الأزمة على الأشقاء في سوريا. من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، حيدر البدري، يو تي في.